الحمد لله انا استطعت الفوز على الاوكراني ديجا في الورد سيري بوكسين دبليو اس بي وانا فرحان بزاف لانني فزت على اوكرانيا كما تعرفوا اوكرانيا مدرسه كبيره محلقه في ريدك الاولى تاعنا وانا كنشكر المدربين ديالي لانني تبعت الاستراتيجيه ديالهم استطعت نفوز لو ما كانوش هما من ربح احسن مني المدربين ديالي قالوا لي باش دوميني المقابله باش تربح الا بغيتي تربح خاصك دوميني الروند الاول وتقدم من الروند الثاني وفي الاخر في النص ديال المقابله وفي الاخر ديال المقابله ديما تكون ضرب واحد خمسه ضربات اربعه ضربات باش يتشافوا لك الحكام ويديروا المقابله انا تبعت الخطه كما قلت لك الخطه ديال المدربين ديالي كيقولوا لي راك رابح ما تبقاش تعرف مع الملاكم ما تجيش فيك شي ضربه ولا شي حاجه باقا المقابله دور ودور على الحلبه كنت رابح وانا خديت التعليمات ديالهم والله ما خايبينش الحسم ديالي المقابله الجايه الملاكم الكوبي كما كتعرفوا الملاكم الكوبي هو بطل اولمبي سنه 2012 والحمد لله انا واجد باش نلاكم هذا الملاكم كنقول لك الحمد لله ما غيخيبنيش الله والظن ديالي انا غنستعد نفوز على هذا الملاكم الكوب الاخوان ديالي اللي ديما كيساندوني وكيقولوا لي راك مقاتل بان انا معروف في ليكيب ديالنا كيقولوا لي مقاتل انا غنشجع اي واحد كلمة يشجعني وغنشجع اي رياضه في المغرب لاننا حنا جايين نلعبوا على الدرابي ديال المغرب وكنحبوا الرياضه ديال المغرب اخ ديالنا السعاده حنا فرحانين ليه لانه كيقولوا خرج اليوم وحنا ما اثرتش علينا اننا حنا جايين نلعبوا على رايه في البلاد وكما كيقول لنا هو ما تديروش بالكم معايا لعبوا على الرايه وزوا الرايه رانا بخير الحمد لله لا خرجت انا راه كاينين نتوما